إذا طيب نحن الآن سنأتي إلى قصة مستفيد سيادة العقيد، سنأتي إلى قصة، ولكن دعني أسأل أستاذ محمد. أستاذ محمد، الآن سيادة العقيد يقول أن تركيا تريد أن يكون هذا الشمال السوري المحرر كله، أو هذه إرادة حتى داخلية، أن يكون تحت لواء واحد. هل أنت خبير بالجماعات الإسلامية، هل هيئة تحرير الشهام قابلة لأن تكون تحت لواء، أو أن تكون هي اللواء الذي يتوحد تحته السوريين في الشمال المحرر؟ طبعا في إشكاليتين في الأمر. يعني هي تحرير الشام أمامها إشكالية كبيرة عالمية، التصنيف الإرهابي. كيف يمكن لتركيا أن تعطي ضوء أخضر أو تثق أو تعتمد أو حتى تكلف جهة موصومة بالإرهاب بأن تعمل لصالحها؟ هذه المسألة أنا لا أعتقد أنها لصالح تركيا. إن يعني صحت الرواية التي ذكرها سعادة العقيد، ولكن دعني أقول الإشكالية أن هيئة تحرير الشام أكثر تنظيما من الحكومة الموجودة اليوم، وما يسمى بالجيش الوطني والمجموعات الأخرى التي في الحقيقة أو الفصائل الموجودة في الشمال. ما أستغرب منه، لماذا لم تستفد تركيا من تجربة ما حدث في أفغانستان، حينما تبعت باكستان تقريبا ذات السياسة من تقسيم المجاهدين إلى عدة مجموعات، ثم تبين أن هذه السياسة في الحقيقة ليست صائبة. وما حدث من اقتتال بعد دخول المجاهدين إلى كابل وانسحاب السوفييت كان ثمنه أكبر على الأفغان من ثمن مقاومة السوفييت، يعني والدمار الذي حدث بسبب الاقتتال ما بين الأفغان فرقاء الأفغان كان أسوأ بكثير من ذلك الذي حدث في مواجهة السوفييت وإخراج السوفييت. المقصود كان يمكن الاستفادة من هذه التجربة وإيجاد كيان قوي في الشمال، هذا الكيان يكون هو الكيان المركزي الذي يحتضن كل هذه الفصائل، وليس كما يحدث اليوم. اليوم نحن نتحدث عن الفيلق الثالث على سبيل المثال، لديه قوة أكبر من قوة، وهو فصيل من الفصائل، يعني يمكن أن يفرض، وهذا هو سبب تخوف الجولان، يعني يكون فيلق الشام مشروع الفيلق الثالث مشروع بديل موازي لمشروعه هو، والجولان يريد أن يقدم نفسه بديل وأنه الرجل الأقوى في هذه الساحة وفي هذه المنطقة التي يمكن أن نسميها محررة.